جينا اليوم باش نقضيو المصالح نتاعنا في الاداره خصوص بعد الملفات ديال الارباب المأذونيات، ولكن للاسف الشديد كنلقاو الاداره مسدوده في وجهنا، وماشي اول مره، دائما الاداره مسدوده في وجهنا، وبالاخص حنا اشخاص في وضعيه اعاقه. دابا الى لاحظتوا ان اي شخص عادي غيتم داخل ما يحبسوش، حنا كاشخاص في وضعيه اعاقه كتم داخل كيبان لهم العكاكز ولا الكروسه كيحبسوك في الباب، علاش؟ هذا هو السؤال اللي طرحناه. فين هي تقريب الاداره من المواطن؟ سيدنا قال في الخطاب نتاعو ان خص الاداره تقرب من المواطن وتقدم معاه المصالح نتاعو، هادشي راه ما شفناش. هذوك الخطابات اللي كيعطي سيدنا راه ما كياخذوهمش بعين الاعتبار. الا كنا حنايا كمواطنين كتسد في وجهنا الاداره، اشنو هو الدور ديال هذوك الناس تما؟ الا ما كانوش يستقبلوا ويحلوا معايا المشكل. دابا جينا لمكتب الطاكسيات عند الرئيس ديال مكتب الطاكسيات، على اساس عندنا واحد الملف ايرجون هو اللي هو مولاته ما مخلصاش خمس سنين هذه، والطاكسي كان مهمل وتهز مشى للديبان، مشى جا الديبان هزو وتحط في الفوريان، وعندنا محضر ديال البوليس انه راه داخل الفوريان والسيده ما مخلصاش خمس سنين هذه وما باش تعطيها الفسخ. ملي جينا هنايا تقريبا واحد 20 يوم هذه قالت لك راه عند حنا غادي نطلعوا الكاتب عام شوف واش غيسيني لكم، دير واحد السيمانه وجي زينا. جيت نهار الجمعه قالت لي راه باقي عند كاتب عام، عطيني السيمانه ورجع، عاوتاني من الجمعه لدابا راه السيمانه، ملي رجعت ما بغاش عطينا ما بغات دير معنا، قالت لك راه باقي عند كاتب عام سي طلع عنده. ملي جينا خرجنا من عندها هي وجينا ندخلوا باش نطلعوا عند كاتب عام، قال لي كاتب عام ما مساليش، الشرقاوي هو رئيس المصلحه قال لك ما مساليش حتى هو. رئيس القسم حتى هو قال لك ما مساليش، مع من غادي نهضروا؟ ملي هي تسد عليك الباب وهادو يسدوا عليك الباب، مع من غادي نهضروا؟ ملي كنجيو نديروا شي الوقفات كيقول لك لا جيو غير جوج الناس ولا ثلاثه نحلوا معاهم مشكل، ملي كنجيو جوج الناس راه كيتسد في الباب في جوجنا الباب نتاع الاداره. فين هي تقريب الاداره من المواطن؟ راه حشومه عيب اننا كنتعاملوا بهذه المبالاه. اي مواطن كيف ما بغى يكون في وضعيه اعاقه او غير معاق خصو يجي يدخل الاداره معزز مكرم وتحل معاه المشكل اللي عنده. غير حسن الاستقبال غادي واخا يكون ما عرفتش شنو عندي غادي تبردني الا كنتي كتستقبلني وتتكلم معايا وتوضح لي الامور غنمشي بحال هادي، ولكن ما تسد عليا الاداره هادي هي اللي ما مقبولاش.